ايوه في حد هيعدي هيكسر اشاره دلوقتي هيطلع له بوليس. اوف واو شبح يا ديني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب يكون كلكم بخير الصحه والعافيه والكرم. بتسلم عليك يا الخير يا الكرم، منورين ومشرفين على قناتكم وقناتكم سبريتس تي في. بقالي كتير قوي ما عملتش رياكشن على فيديوز، طبعا اغلبيه الفيديوهات اللي بعملها يا اما ببجي يا اما تيك توك يا اما العاب تانية، بس رياكشن على مجموعه من الفيديوهات بقالي كتير ما عملتش الحكايه دي. فجبت لكم النهارده مجموعه من الفيديوهات واتحداك وانت تتفرج ما تقولش احسن. هتقول لي يعني ايه احسن؟ اقول لك لو تعرف اللي هي حاجه اسمها كارما، اللي هو لما تعمل حاجه وحشه ترجع لك ولما تعمل حاجه حلوه ترجع لك. تعال نتفرج على الفيديو وانت تفهم كل حاجه. لا 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 بس الواد قاعد برنت ولا اتحرك من مكانه. اوف شفت بقى ما بتعملش شر عشان ممكن يرجع لك. حابب يحط الميه على قفاه الدشمل بالبتاع ده كان شكله وحش قوي بصراحه. اوف احسن. لا لا دي تستاهل احسن، دي تستاهل احسن دي بصراحه. لا انا مش ماسك نفسي لان هو كان عايز يأذيها ويزق البنت عشان مكلبزه يعني وكده، اهو حابب يزقها في الميه بس ما شاء الله هي صحه راحت اخدته واديت له سوبر سوفليكس وقعد في الميه. بصراحه احسن يستاهل. ايه ده؟ ايه اللي هيحصل؟ اوه جدا قوي يا ابن الفقريه. تخيل ان انت تبقى والله العظيم عادي جدا، لو خلاص انت هتعدي تيجي تعديها فجاه تلاقي بوليس واقف قدامك عشان يديك مخالفه. لا بصراحه انا شايف ان هو فقري جدا، هو مش يستاهل، هو مش عارف فقري. احسن 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 احسن، كان عايز ياخده ويقع بيه في الميه وهو راح لوحده. ايوه احسن ده كمان. مش عارف انا ايه كميه الاذى دي. انا بصراحه اكتر حاجه بتضايق منها ان لما يكون في بيسين او في بتاع ده حد يعمل فيها روش بتخنق والله العظيم، ببقى عايز اولع فيه او اغرقه لو ينفع. ليه بتدوس على القطه؟ ليه الاذى ده حرام. اوف يا لهوي. مش عارف اقول احسن ولا لا لان البنت صغيره بس اتاذت قوي. البنت اخذت حته دي سوبر سوفليكس عالمي. لا 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 بس بصراحه ليه حرام، القطه طيبه دست عليها فقعدت تجري وراها وبعد كده راحت. صح مش عارف، عايز اقول احسن. ايه رايكم احسن ولا مش احسن؟ احسن احسن احسن. تستاهل تستاهل تستاهل. مش قادر امسك نفسي، اصل كل اللي بيعملوا الفيديوهات دي كلهم شريرين جدا، يعني عندهم شر جواهم عايزين ياذوا الناس، فلما بترجع لهم انا بحس كده ان هم حاجه شافت غليلي من جوه. المقلب ده قديم قوي. يخرب بيت الغباء، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عارف انت لما تيجي تعمل مقلب في حد تيجي فيك والله العظيم روعه. يعني انا مبسوط قوي، اكتر فيديو عاجبني في حياتي ده اتفرج على الناس بيتاذوا من المقالب بتاعتهم اللي عايزين يعملوها في الناس. ايوه اوف يا لهوي اللبن اتدلق. غبي فشخ. مش عارف يستاهل ولا لا بس غبي قوي. حب يخد هو يلبسها. ايوه يا رزل. ايوه احسن والله احسن. انت البنت تستاهل، عماله تزق بام الكلب وقرفت امه من الصبح راح ردمها بكم التراب. بصراحه تستاهل. بتزمر له راح. اوف يستاهل ولا مش يستاهل؟ بصراحه شايف ان هو يستاهل عشان شتمه، بصراحه يستاهل. لا حرام حرام الكلب، حرام حرام الكلب. البتاعه جت في وشها.
والكلب حتى ما اتلمس، الكلب ما اتلمس ما جتش عليه ولا حتى نقطة، ده اكل بالعكس، اكل الحاجة طعمها حلو. يا لهوي. حبت تلبسها في الكلب هي اللي لبستها، والله تستاهل احسن. ده بيعدي اوف. حب يعدي من المترو علشان ايه يعني، كنت ما يدفعش تعدى، راح وقع على رجله، رجله اتجزعت. بصراحه السرقه وحشه، فانا شايف ان هو احسن. ايوه. حبي بص، دي اخرة اللي يحب يعمل شبح، هتعمل شبح هتاخد فيها. يعني قصدي هتفهمين يعني. منظر وحش قوي. ايوه. وانت عامل فيها شبح. وانت عامل فيها شبح ومش خايف، كنت توطي زي اصحابك. ما كانش حصل لك حاجه. شوف. يستاهل. اوف. حب يعمل فيها شبح لبس في الكمين. هي حذرته، قالت له القطه دي لو فشختك ما تجيش تعيط. ايه ده؟ اه طلع بوليس عشان يعمل فيها شبح. يا جماعه كل اللي بيعملوا شبح في الفيديو ده بياخدوا على بجد، ياخدوا على عينهم. انا مش عارف ايه المتعه في الفيديو ده، بس انا مبسوط قوي ان هم بيتحكموا في ساعتها. ايوه صاحب الروش. بص كل اللي بيعوز يعمل روش ولا بيعمل شبح على طول بعديها. ايه ده، بيحاول يرمي على الراجل. ايه الرزالة دي؟ احسن 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 احسن، عشان قعدوا يغلسوا على الراجل عشان هو موجود تحت مش هيقدر يطلع لهم، فراح مشغل المكنه بتاعت الميه وراح غرقهم كلهم. يستاهل يستاهل. الاثنين ده تستاهلوا. ادي جامد ما يهمكش. لا 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 لا، ما كانش لازم تعرضها، لو انت عرضتها اديك لما اقذف في الكلمه حصل معاك حاجات مش كويسه. يا ابني ما تضربش الكلب. وقع. عشان يضرب الكلاب تاني. ولا ممكن تيجي تساعديني؟ ده المقلب اللي هو تفضل ماسكه الطبق. حابب تعمل فيها المقلب. راحت لبست فيها. روعه روعه، اي مقلب تعيد تعمله في حد يلبس فيك بكون سعيد قوي. بوظت عليها المقلب، الرياكشن بتاعها تحفه. بص بص عامل فيها شبح ده بقى. انت هتتفشخ دلوقتي، انت هتتفشخ. بس ديك مش هسيبه، هيطلع ديكو. ستوب رانينج فروم هيم كوربي. عشان تتبلطج على الديك تاني. اوف. ايه ده؟ البت غرقت. يا لهوي البت غرقت خالص. لا مش احسن بجد، ده اول واحد فيديو اقول مش احسن، بس احسن. ليه لو ما كانتش قاعده تترقص قدام الميه ما كانتش غرقت. يا لهوي. اوف. شكلها وحش قوي بصراحه. حرامي. اوف. يا لهوي، ايه اللابتوب الفشيخ ده؟
ده لابتوب بدد الزرقاء، الراجل دخل عشان ياخد اللابتوب، البتاع لازقه فيها مش عايز يشيله، هي عماله تشد السلك وعمال يشد اللابتوب، يشد السلك يشد اللابتوب، في الاخر ما عرفش يسرقه. انا عايز باللابتوب ده بصراحه ضد السرقه، ده ينزل بيه مصر روعه. دول هيفشخوه بصراحه، يستاهل عشان كان عايز يسرق، وكمان بجح واقف وعايز يرجع تاني ياخد اللابتوب. بص عمال يفحط بقى، عمال يفحط يا ديني. ايه ده؟ احد يتريق على اللي عمال بيفحط قدامه، فهو ذات نفسه لبس. ايوه المقلب تاني. يا جماعة اعملوا ام المقلب ده عدل، المقلب سهل فاش، اعملوا عدل، شكلك وحش جدا جدا جدا، انت مليت نفسك وشكلك زبالة ولا، بس البنت عسل بصراحة، عسل سكر. هو بيعمل ايه؟ اوف انا ليه خفت انا؟ انا حسيت ان المضرب هيجي في وشي. بص احسن والله، احسن والله احسن، عشان انت بتلعب بنعمه ربنا. المقلب ده كان موجود فتره معينه كده اهو، ان انت تدخل اي سوبر ماركت وتاخد معاك لبن وتوقعه على الارض اكنك وقعت، فهو وقعه عشان في سيراميك راح متزحلق زحلقه جامده جدا ووشه اتخبط. تستاهل. الغرام اللي هو عمال يبص لاصحابه قال ايه يصح كده؟ والله العظيم انت ما عندك دم، وانا مبسوط انك انت لبست، اقسم بالله اكتر مرة انبسطت في حياتي. غرامة بتضايق والله، تستاهل. بيجري بالعجلة. اوه احسن 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 احسن. في ناس بجد، انا عشان انا بقالي تقريبا قعدت 7 سنين اركب عجلة هنا في فرنسا، لان بحب العجل جدا 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 جدا. في عربيات بتبقى رزلة قوي قوي، تقعد تزمر لك وتقعد تضايقك وتقعد تعمل الحاجات رزلة قوي، فهو حب يبلطج عليه راح متدشمل وواقع، والله يستاهل. طب ليه كده؟ ليه كده يا غبي؟ ليه كده يا غبي؟ احسن تستاهل. اوف اوف احسن والله، احسن احسن. اداله حته الدين واحده بوم الطخ شربق النو في الحنكلولو فرقعهم له، والله يستاهل. المقلب ده اللي عارفه. المقلب ده جامده. لا لا معلم، الواد معلم، الواد بس راح منزل الميه وراح رمى عليه، والله العظيم معلم. حلو انا كده اتعرق يعني، على الاقل عرفتها مني. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هل فعلا من اللي كانوا موجودين في الفيديو انت كنت مبسوط قوي انت بتقول احسن، او حسيت ان انت يعني شفيت غليلك فيهم؟ يا ريت تكتبي في الكومنت وتقول لي، لان انتوا عارفين انا بحب اقرا الكومنتات بتاعتكم جدا، وانا بحط قلب جنبيها معنى كده ان انا قريتها. اوكي، وتشترك لان انا بنزل فيديو كل يوم. اسيبكم على خير واشوفكم في فيديوهات قريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.